السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة تربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة، برجاء ضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة معانا مجموعة جميلة جدا من الدروبات. قبل ما نبتدي فيها، في كانت دروبات من فترة كنا شغالين عليها بقالنا فترة كبيرة، خاصة بمحفظة نيو تريكر. في دروب النهارده انا هشرحه، هو اللي فكرني بالمحفظه، فخلينا رجعت المحفظه بتاعتي. كنت بقالي كتير بسجل في دروبات خاصه بالمحفظه وبتابعش المحفظه اللي وصلنا عليها. فتحت المحفظة لقيت كذا عملة عندي، كان في أكتر من كده بس أنا بعتهم على المحفظة دايركت. بمسك العملة مثلا كده بشوفها، لو موجودة على الكوين ماركت كاب تمام، بشوف المحافظ اللي اتباعت عليها. غير كده معانا الموقع كوين جانكو أو كوين جاكو اللي أنا كلمتكم عليه قبل كده، بكتب فيه اسم العملة، لو ملقتهاش برضو على الكوين ماركت كاب بكتبها هنا. الموقع لو لقى العملة موجودة في السوق بيديني برضو ايه المنصة اللي بتتباع عليها، عشان في بعض العملات ما بتسعرش على الكوين ماركت كاب بس ليها منصات بتتباع عليها تمام. فانا هسيب لكم اول حاجة رابط المحفظة بالنسبة للناس كانت مسجلة قبل كده في محفظة نيو تراك، يبصوا على العملات اللي وصلتهم. انا خدت كذا حوالي 4 عملات لقيتهم موجودين بيتباعوا، منهم 2 على منصة لاكوين وفي 2 على منصة اسم المنصة دي جي فينيكس تمام. فنبص على المحافظ بتاعتنا، هاي المنصة ايه بعت عليها عملتين النهاردة تمام. فنبص على المحافظ اللي موجودة عنده عملة ممكن يخش يبيعها، لو ملقاش العملة موجودة على كوين ماركت كاب هسيب لك تاني موقع اللي هو كوين جاكو، بتكتب اسم العملة هنا، لو العملة موجودة بيظهر لك اسمها بتدوس عليها، بتنزل تحت هنا كده على كلمة اكسشينج، شوف المنصات اللي بيتم التبادل عليها وتبعت. يعني عملة سانو دي كان معايا كمية حلوة منها، لقيتها مش موجودة في كوين ماركت كاب بس موجودة هنا في ايه على موقع كوين جاكو، قال لي ان هي بتتباع في منصة دي جي فينيكس. قمت خدت العملة بعتها ولسه هبيعها النهاردة، هشوف لها بقى عاملة اوردر بيع هشوف الدنيا بتاعتها ايه تمام. نخش بقى على اول دروب معانا، ده دروب جميل جدا. الدروب ده بيدي $70 في التسجيل تمام. بالنسبة للناس اللي هي مسجلة قبل الشهر ده هيوصلهم $50، بالنسبة للناس الجداد هم دلوقتي اللي هيوصلهم $70. يعني بالنسبة للناس اللي مسجلة قبل كده هيوصلهم حوالي $50 من العملة، من عملة المنصة، وبالنسبة للناس اللي هتسجل جديد اللي هيوصلها $70. بس اهم حاجة بعد التسجيل انت تفعل الكي اس تمام. هو هنا بيقول لك لو انت فعلت الكي اس مرحلة اولى بس هتاخد $20، لو نزلنا هنا تحت فعلت الكي اس درجة تانية هتاخد ايه كمان $50، يعني $70. يعني معاك اختيارين. لما نفتح هنا بقى بعد التسجيل في المنصة، كي اس الاول بالنسبة للناس اللي هي ما بتعرفش تفعل البطاقة او ما بتعرفش تفعل الكلام ده، كي اس الاول ده عبارة عن معلومات عنك، بياخدها اسمك بالكامل، الداتا، مش عارف ايه، الايميل اللي هي المعلومات العادية اللي ايه العنوان السكن الكلام ده بدون ايه ترفع وثائق، ده فيه تاخد منه $20. $50 لو عملت كي اس رقم 2، انا عملته بس لسه في انتظار ايه المراجعة وايه والتفعيل، ده عليه $50 لوحده تمام. هنسجل فيها منصة لسه جديدة اسمها بيت هامب، هسيب لكم الرابط بتاعها، وده حتى المنشور الخاص بيهم هم اللي ناشرينه داخل المنصة نفسها على النيوز بتاعتهم، هم اللي كاتبين لك الكلام ده ان هو هيوزعوا $70 على كل من هيسجل ويعدي مرحلة أولى وتانية، مرحلة أولى فيها $20 زي ما كاتبين تحت ومرحلة تانية فيها $50. نيجي بعد كده الدروب التاني، اول حاجه هي عمله خاص بعمله اسمها نيو موجوده على كوين ماركت كاب. انا بندم جدا شد الندم ان انا من زمان العمله دي كانت موجوده ساعه لما ابتديت انا شغل في اير دروبات، كانت برخص التراب، كانت تقريبا بواحد سنت او حاجه زي كده، وكان في اير دروبات بس الواحد كان ساعتها ما عندوش خبره قوي في اير دروبات فما كانش مركز معاها. دلوقتي العمله وصلت، العمله الواحده وصلت $12.28. الاير دروب اللي نازل لها على يكون صادق باذن الله، هو خاص بمنصة اسمها بي تي سي. المنصة بتقول ان هي توزع بداية من يوم 15/5 لغاية يوم 22/5، الناس اللي هتسجل في المنصة وهتخش تعمل الاردروب المطلوب. الاردروب عبارة ان انت بتعمل فولو وتويت للبوست ده، اول حاجة تخش على الصفحة دي على تويتر، هتلاقيني سيب لك برضو لينك بتاع البوست، هتعمل الصفحة نفسها فولو وهتيجي تعمل هنا لايك وريتويت، مش تعمل اكتر من كده، واكتب اي كومنت تحت نايس ما اعرفش اي زي الناس مكاتبين كده تمام. هتيجي بعد كده ترجع هنا هتشترك في جروب تليجرام ده، وبعد كده هتحط هنا اللينك بتاع تويتر بتاعك، وبعد كده هنا اليوزر تليجرام،
بعد كده الايميل اللي انت مسجل بيه في المنصه نفسها، انا سيب لك لينك المنصه، وتاني حاجه اللينك الخاص بالايردروب جوه المنصه تمام. وبعد كده بتحل الكابتشا، بس خد بالك الكابتشا هنا في حروف كابيتال وحروف سمول، يعني مثلا لو جبنا كتبنا هنا مثلا جي تبقى سمول، وبعد كده سمول، وبعد كده زد كابيتال، وبعد كده 6، وبعد كده ام وار كابيتال. فركز في الحته دي عشان ممكن كذا مره تدخلها يقول لك غلط تمام. هو بيقول لك ان هو هيوزع على اول 10,000 كل واحد هياخد 1 نيو من عمله نيو، يعني 12 دولار ونص تقريبا تمام. مش بطال برضه، يعني مثلا انت تاخد 12 دولار ونص على المنصه، والمنصه دي بتنزل دروبات على طول، ممكن تحولها بعد كده لعمله بيتكوين وتبيعها وتستثمر بيها. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، ده كذا مره انا شرحت لكم عليه، بس هم الفكره ان هم نزلوا دروب جديد او مهمه جديده داخل داخل الموقع نفسه. نفتح مع بعض كده الموقع، مبدئيا هتلاقيه سايب لك بالنسبه للدروب ده حاجتين، اول حاجه رابط الموقع نفسه اللي بتقوم بيه في المهمات، تاني حاجه رابط المحفظه دي اللي هي كلمه اسمها بي اكس بايت تمام، عشان هيوصلك عليها العمله، عشان معظم العملات بتاع الموقع ده توصلك على المنصه على المحفظه دي. المحفظه نفسها ليها ايردروب او لها مهمه جوه الموقع، كان في مهمات قبل كده وقسمنا منها، وفي ناس كتير وصلتها عملات، ده اخر يعتبر اخر 3 مهمات موجودين وبتكسب منهم برضه. يعني في اول مهمه هيوزع 31 عمله من اسيرهم، مش على كل شخص، على مجموع الناس، والمهمه الثانيه هيوزع 31 برضه اسيرهم على مجموع الناس دولت، واخر حاجه اخر مهمه دي يبقى لها فتره هيوزع 39 من الايثيريوم على مجموع الناس على 5000 دي هيبقى فيها مكسب اكتر. هنشوف المهام بالنسبه للناس، ده التسجيل ما فيهوش اي مشكله. قبل بس ما تخش في المهام، المطلوب منك بالنسبه للناس الجديده اللي ما تعملش مع الموقع، اول حاجه هتخش هنا على موقع على مايك اكاونت بالنسبه للموقع. المطلوب منك اساسي ان انت تربط الاكونتات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتك، ان هو يعني مثلا تربط حسابك الفيسبوك والموقع وتويتر وانستجرام وتليجرام واليوتيوب تمام. ايه المطلوب منها بعد كده؟ نجيب تعالى بس اجيب المحفظه عشان لسه ما فتحتهاش، اجيب اسمها دي المحفظه بتاعتنا، ثانيه افتحها بس بالجوجل اكواد. تمام كده فتحنا المحفظه. المحفظه دي هنحتاج اسيب لكم رابطين، رابط الايردروب ورابط او رابط الموقع اللي فيه المهام ورابط المحفظه نفسها. خلاص احنا قلنا بنخش هنا على ماي اكونت بنربط حساباتنا، بعد ما ربطنا حساباتنا محتاجين 3 محافظ بنحطهم من اهو. اول حاجه عمله زي، ودي مش هتلاقي المحفظه بتاعتها غير جوه المنصه دي اللي هي منصه اكس بايت. فهتيجي هنا تخش على بالانس، هتنزل هنا ده اسم العملة اللي هي ذا، هتقول له ريسيف، هتنسخ عنوان المحفظة اللي هيطلع لك وترجع تحطه هنا اهو بالنسبة وانت تكون معلم على العملة الأولانية، وتدوس له ابديت تمام. بعد كده العملة التانية بتحط لها رقم محفظة الايثيريوم والت العادي بتاعتنا، يعني دي تاني عملة بتحط لها رقم محفظة الايثيريوم والت. بعد كده آخر عملة هي دي عملة الداش، بتجيبها برضو من هنا اهو مفيش مشاكل. نخش هنا هتشوف رقم محفظة داش، رقم اسم عملة الداش اهي، هتقول له ريسيف وتحط له رقم المحفظة. مش شرط عملة الداش تجيبها من نفس المنصة، ممكن تجيبها من اي منصة تانية، انما اهم حاجة بالنسبة لك العملتين الاولين اللي هي العملة دي زا لازم تجيبها من المحفظة دي، وبالنسبة لتاني عملة محفظة ايثيريوم والت عادية، وبالنسبة لعملة الداش اي محفظة عايز تجيبها من نفس المنصة براحتك، عايز تجيبها من اي محفظة تانية مفيش مشاكل تمام. كده خلاص ربطنا المحافظ بتاعتنا وعملنا موقع سوشيال ميديا، ونيجي نخش على المهام. جيت ريورد هنشوف دي مثلا اول مهمه،
المطلوب مننا. بيقول لك جاست بيقول لك طالب منك انت تسجل في الموقع ده على منصه اسمها بريزليكس، تمام؟ هتخش تسجل في المنصه وتفعل. بعد كده طالب منك اللي هي اول حاجه طبعا نفس التسجيل، وطالب منك ان انت جوه المنصه لازم ايه تاكد تعمل تفعيل وثائق، يعني بعد ما تفعل وثائق جوه المنصه وتثبت عنوان هتيجي هنا بقى ننزل تحت هتشترك في جروب تجرام اول وتاني، وبعد كده هنا بتحط له بتدوس له كلمه سبميت او اكرو انا خلصت، وهي كده هيطلب منك الايميل بتاعك، تمام؟ بعد كده هنا نرجع تاني للمهمه التانيه نشوف مطلوب فيها ايه. نحاول بس الموقع الانجليزي عشان هو الموقع نفسه برازيلي. نفس القصه طالب مني انا اشترك في منصه، تمام؟ ايه الجديد اللي طالبه؟ يعتبر مفيش جديد، لا في جديد هنا، في جروبين تليجرام مختلفين، يبقى تمام، يبقى جروب تليجرام ده او المهمتين اللي هنا مختلفين عن ايه؟ عن الاول مهمه، هنا هشترك في اتنين جروب تليجرام جداد، تمام؟ بعد ما اشترك فيهم ادوس له ايه؟ اي ونت تو بروتكت، يعني ايه؟ انفذ المهمه بتاعتي، انا كده نفذت المهمه. اللي بعديها بالنسبه للناس دي مهمه قديمه، بالنسبه للناس اللي ما سجلتش فيها تيجي تخش هنا. طالب منك اول حاجه انت تكون مسجل في المنصه اللي انا هسيب لك الرابط بتاعها، وبعد كده تخش على الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك تعمل لايك وتعمل شير لاول بوست، تمام؟ وبعد كده ننزل هنا نفس المهمه الاخيره، بياكد عليك ان انت عملت ايه شير للبوست بتاعهم على الفيسبوك. لا يا ربي لا مختلف، يبقى شير للبوست ده على الفيسبوك اول حاجه، ده عشان ده خاص بالمنصه بالمحفظه نفسها اللي هي 3 اكس بايت، وده شير لعملة ذكر نفسها. هتخش هنا تعمل شير تاني، يعني هتخش على الصفحة دي وهتعمل لايك برضو للصفحة، وهتعمل في نفس الوقت الاول بوست لايك وهتعمل ايه شير. هتنزل بقى هنا تحت بس عشان نفذت المهمة مظهرة معاكم، هتلاقي فيه ايه مربعين موجودين، اول مربع هتحط فيه الشير الاولاني الخاص بالمحفظة، وبعد كده هتحط اللينك بتاع الشير التاني اللي انت عملته في المربع التاني، وبعد كده تدوس له ايه اي براكتس او ايه نفذت المهمة. بكده يكون ايه المهمات دي انتهت، والموقع ده صادق وفي ناس كتير وصلت لهم عملات منه. تكسب من الموقع بطريقه ثانيه عن طريق الاحالات. نيجي نخش مثلا على الرفيل هنا، اي حد بيسجل عن طريقك بتاخد عليه 100 عمله من عمله زا، تمام؟ ال 100 عمله تقريبا بيساوي حوالي 14 تقريبا 14000 ساتوشي او حاجه زي كده، فتمام. فما انت لو جبت حالات كتير فاضرب مثلا في ايه العدد بتاعك في ايه في عدد الساتوش، يعني هقول مثلا بمعدل متوسط 10000 بلاش 14000، واحسب انت تقدر تجيب احالات قد ايه. فانت خد رابط الاحاله بتاعك وروج له مثلا في المواقع وروج له في الفيسبوك وتويتر وهكذا. نخش بقى على الدروب التاني اللي معانا. الدروب ده خاص بعمله اسمها بلوك شاين ميوزك، ده المرحله الثانيه منه. المهام المطلوبة أول حاجة أو نبص المهام من هنا، أول حاجة اشتراك في جروب تليجرام أول واشتراك في جروب تليجرام تاني. بعد كده هتيجي للبوست ده هتعمل له أول حاجة طبعا لما يدخلك على البوست هتعمل فولو للصفحة، وفي نفس الوقت هتعمل لايك للبوست نفسه وريتويت مع كومنت، وتحط 5 من صحابك تاج، تمام؟ هنيجي بقى بعد كده نحط المطلوب مننا ايميل اليوزر بتاع التليجرام اليوزر بتاع تويتر واللينك بتاع البوست اللي انت عملته ريتويت ليه. بعد كده محفظة الاثيريوم موبايل بتاعتك، وهنا بيطلب منك مين اللي صاحب الاحالة، هتلاقيني سايب لك اليوزر الخاص بيا على التليجرام تحطه هنا في الخانة دي، تمام؟ دي بتسيبها ما بتعملش فيها حاجة، ده بحيث لو انت حابب تشتري العملة بتشتريهم منهم عن طريق هو سايب لك هنا رقم العقد بتاعهم، ده لو انت اشتريت العملة. في حالة انت اشتريت العملة بتاعتهم انت ممكن تشتريها او تسرع عملية البعث لنفسك، انت تبعت لهم مليون اثيريوم مليون ساتوشي من عملة الايثيريوم على رقم المحفظه دي في اخر خانه دي، بتسيبها زي ما ما بتكتبش فيها حاجه، وكده بعد ما تنفذ المهام بتدوس له كلمه سبمنت. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، هو في مشكلة فيه خليه ده انا هشرحه، لأ لازم اشرحه وانا فاتح الصفحة، هنخلي الدروب ده بعدين مفيش مشاكل. ده تذكير للناس بالمنصة دي اسمها اسم المنصة كانت. المنصة نفسها الفكرة فيها ان هي بتديك بونص من طريق الاحالات،
واول حاجه بونص من التسجيل، فالناس اللي حابه تشتغل فيها بس طالبه منك اول حاجه 3 تفعيلات. هتحط اول حاجه لما تيجي تسجل في المنصه لازم ترفع صوره بطاقه وصوره سيلفي ليك واثبات عنوان. انا ممكن نقول له سكيب دلوقتي ونخش بس نشوف فيه فكره الشغل على المنصه. المنصه مجرد تسجيلك، اوضحها لك، نخش على ايثيريوم ديرن. انت بمجرد تسجيل بتاخد بما يعادل من عملة الليتكوين 1 دولار و12 سنت، تمام؟ وعن كل احالة انت بتجيبها بتاخد من عملة الليتكوين حوالي 31 سنت زي ما هم كاتبين كده. انت مجرد تسجيل بتاخد حوالي اللي هو تقريبا 1,100,000 من عملة ايه الليتكوين، بيعادلوا 1 دولار و12 سنت. وعن كل احالة انت بتجيبها بتاخد 31 سنت من عملة الليتكوين. تاخد رابط الاحالة بتاعك وتروج له وبتكسب منها المنصة صدقة. والفكرة نفسها ان انت ممكن تربح من البونص بتاعك. هي عبارة عن منصة انت بتخش تتداول، نخش على تريد على عملات. يعني انت ممكن تشتري بالليتكوين او اللي هو الحجم اللي هو اداهولك من الدولار مثلا و12 سنت بتوعك من الليتكوين، تشتري بيه عملة انت شايف ان هي نازلة دلوقتي، نشتريها مثلا وهي نازلة، نشوف الشمعة موجودة فين او نتابع العملات ونشوف هي نازلة ونشتري، وبعد كده اول ما ترفع معانا نبيعها تاني وهكذا. فممكن البونص نفسه يرفعك، ده غير الاحالات، تمام؟ نيجي بعد كده ايردروب التاني اللي بعدينا. هو مش ايردروب، هو بس تذكير للناس او بالنسبه للناس الجديده اللي ما تعرفش المحفظه او ما تعرفش المنصه دي. المنصه دي مبدئيا بتلاقي عليها عملات كتير ممكن تقدر تبيعها وتكسب منها وتربح منها. يعني في عملات من احنا موجوده عندنا مثلا بنكسبها في الدروبات ما تلاقيهاش متباع على اي منصه او ما فيش اي اعلان عنها على كوين ماركت كاب، بس العمله بتبقى موجوده هنا بتتباع وتقدر تبيعها وتشتريها، تمام؟ ده حاجه، ده اول حاجه انت ايه هتستفادها من المنصه، ان انت ممكن تبيع عليها بعض الدروبات مش موجوده في بعض المنصات الثانيه. الميزه الثانيه اللي موجوده فيها ان انت بتخش بعد ما بتسجل في المنصه دي بتخش على فوكست او فوست كل يوم، وبتلاقي مش كل يوم، ده تقريبا فيها حاجات كل 10 دقائق وفي كل دقيقه وفي كل ساعه بيديك عملات مجانيه. بتيجي هنا تدوس على كلمه جيت، بتحل الكاباتشا، بتبقى عباره عن ارقام بتدخلها وبتدوس له ايه كلايم وبتستقبل العمله بتاعتك تلاقيها في المحفظه. في بعض العملات منها انا كسبت منها فعلا، يعني مثلا كنت جمعت مثلا عملات كانت تمنها ساتوهاش كم ساتوشي كده، يعني مثلا مش مكمله 200 ساتوشي، بعد كم سنه ناس بعد كم شهر وصلت مثلا لتمنها 50,000 ساتوشي وحاجات زي كده. فانت هتخش مثلا كل يوم اشتغل عليها، ده يعتبر احسن صنبور بالنسبه للناس مثلا اللي غاويه ان هي تجمع عملات، احسن مكان تجمع منه عملات. تمنها رخيص دلوقتي وممكن تعلى بعد كده. اهو في حاجات بتبقى كل مره في اليوم، في حاجات بتبقى كل 9 ساعات، في كل 6 ساعات، في كل دقيقه، في كل 5 دقائق، حسب ايه العمله اللي موجوده. هسيب لكم برضو الرابط بتاع المنصه نفسه. نيجي بعد كده ده اير دروب، نرجع بس احمل معانا الصفحه. تمام، خاص بعملة اسمها بي سي بي. مبدئيا هتيجي ايه المهام الموجودة فيها سهلة، هي عبارة عن ايه صفحة بتفتح معاك بالشكل ده، اللي مطالبه منك هنا بتعمل له فولو على تويتر، بعد كده بتعمل تويتر. انت مجرد ما بتدوس بيديك ايه اللينك بتاع الحاجة اللي انت هتعملها. يعني مثلا طالب انت تدوس على كلمة تويت هيوديك على طول على تويتر، وفي تويت هتدوس عليها تويت وخلاص، وبعد كده تاخد لينك التويت اللي انت عملته وتحط ايه اللينك هنا. نيجي بعد كده هنا باشتراك في جروب تليجرام، هنا بتحط له رقم المحفظة بتاعتك، هتحط رقم محفظه الايثيريوم والت عادي، تمام؟ بعد كده هنا طالب ان انت تشترك في الموقع ده، هتشترك فيه وتحط له الايميل اللي انت سجلت بيه. بعد كده هنا طالب ان انت تسجل في موقع تاني، هتسجل برضه في نفس الموقع وتحط له الايميل اللي انت سجلت بيه. بعد كده بتعمل سبسكرايب للصفحه بتاعتهم على اليوتيوب، وبكده الدروب ده انتهى. العمله مهمه باذن الله يبقى فيها ربح كويس، اسم العمله بي سي بي. نيجي بقى نخش على الدروب التاني. الاوب ده عباره عن بوت تليجرام، اضرب اول ما يفتح معانا بيفتح معانا بالشكل ده. هو مبدئيا هناخد 25 من عمله او 50 من عمله اسمها ام في تي. المهام المطلوبه مننا اول حاجه هتعمل لهم فولو على تويتر، واول بوست هتعمل له لايك وريتويت، تمام؟ بعد كده اشتراك في جروب تليجرام. نشوف بقى نطلبهم مننا بعد كده. اول حاجه بيطلبها منك الايميل، بعد كده بيطلب منك محفظة الايثيريوم والت بتاعتك، بعد كده بعد ما انا اسف هعيد بس من الاول. احنا قلنا اول حاجة بيفتح معانا بيطلب مننا هنعمل فولو على تويتر وهنعمل هنا اشتراك في جروب تليجرام.
انت المطلوب منك بعد كده مجرد ما عمل مع اشتركت في المهمتين دول، هتيجي هنا هتدوس على كلمة ايميل، هتدخله الايميل بتاعك زي الشكل ده. انا دوست على كلمة ايميل، اداني الرسالة، دخلت الايميل. بعد كده هتدوس هنا على كلمة اي تي اتش، هتدوس عليها يطلب منك محفظة الايثيريوم والت بتاعك، دخلها. بعد كده بتدوس على كلمة داشبورد، هتلاقيه ايه اداك رابط الاحالة بتاعك عشان تروج له. الدروب سهل مفيش اي مشاكل. نيجي بقى الدروب اللي بعديه، ده خاص بعملة اسمها CSID. الايردروب هيدينا بما يعادل من العملة 1000 بيساوي 50 دولار. طريقة التسجيل كالتالي: أول حاجة الإيميل بتاعك، بعد كده هتلاقيني سايب لك اليوزر بتاع الحالة هتحطه هنا، بعد كده اليوزر الخاص بتليجرام بتاعك، بعد كده محفظة الإيثيريوم والت، وبعد كده بقى المهام المطلوبة مننا: اشتراك في جروب تليجرام أول، اشتراك في جروب تليجرام تاني، وكل حاجة بتعملها بتعلم له إيه أي هاف على الدايرة دي. بعد كده اشتراك في جروب تليجرام تالت رابع، بنيجي هنا في الخمسة، بتعمل فولو على الصفحة بتاعتهم على تويتر، وبتعمل الأول بوست بتعمل له لايك وشير. بعد كده واتس از يور تويتر يوزر نيم، بتحط له هنا اليوزر بتاعك بتاع التويتر. بوست اور تمام، كوميونتي بوست تمام. هتيجي تاخد اللينك نفسه بتاع الايردروب نفسه، مع مثلا هتاخد أول معلومة زي كده، دي هناخدها كراس موضوع، ونخش مثلا في الفيسبوك وناخد اللينك بتاع الايردروب نفسه، وتعمل منشور كأنك بتعمل منشور عن الايردروب، وتاخد اللينك بتاع البوست اللي انت عملته وتحطه له هنا اهو. تمام، دي فيها بونص اضافي 5 دولار غير الايردروب نفسه. يعني الايردروب بيقول لك ان هو هيديك 1000 من العمله بيساوي 50 دولار. المهمه دي كده انت تعمل بوست خاص بالايردروب نفسه، دي فيها 5 دولار اضافي. تمام، وبعد كده بعد ما بتخلص بتدوس له هنا اوك، وتدوس كلمه سبمنت. تمام، نخش على الايردروب اللي بعده. الدروب ده خاص بعمله اسمها OZ Shine. ثانيه واحده بس افتح لكم الموقع بتاع العمله نفسه، عشان لازم تكون مسجل في الموقع الاول، عشان العمله دي لها محفظه خاصه بيها بتاخدها عن طريق الموقع ده. فانت هتسجل في الموقع، طريقه تسجيلها هنخش على ريجستر. التسجيل عادي مفيش اي مشاكل، بتحط هنا اسمك الاول، اسمك الاخير، الايميل، الايميل بكرره مره كمان، اليوزر هنا، أنا اسف، هنا اليوزر. تمام، هنا بتحط اليوزر بتاعك، الباسورد، الباسورد، وتعلم هنا ايه على كلمه اكسبت، وبعد كده ريجستر. اوكي، نخش بقى لوجن. يفضل تسجيل في الموقع ده، محدش يسجل بايميل هوت ميل، سجل بايميل جيميل، ولا ما تسجلش برده بايميل ياهو، ولا ايميل ياهو ولا ايميل هوت ميل، سجل بايميل جيميل. عشان انا سجلت بايميل هوت ميل حصل مشاكل في التفعيل، ما بعتش رساله تفعيل، وقعدت كذا مره احاول معاه، فسجل بايميل جيميل اسهل بكتير. المهم احنا سجلنا في الموقع، كل اللي عليك انت تيجي هنا على كلمه وايلد محفظه، وبعد كده تدوس على كلمه ماي وايلد. تمام، بنشوف اسم العمله بتاعتنا اللي احنا هنعمل عليها ايردروب، اسم العمله اوزي شاين، نكتب اسم العمله هنا في السيرش. تمام، هنيجي هنا ندوس، العملة ظهرت معانا اهي اوزي، او الاختصار بتاعها OZS. هنيجي هنا على علامة الترس دي، هندوس عليها وندوس على كلمة دوبازيت، هيدينا رقم محفظة، ده اللي هنحتاجه دلوقتي في المهمة بتاعتنا. هنخش بقى على الايردروب، عبارة عن بوت تليجرام. اول ما بيفتح معانا بيديك كباتش عبارة عن صور، بيديك صورة زي دي اساسية، وتحتها صور شبهها صغيرة كده، بتشوف اكتر صورة شبه الشكل اللي هم مدولك فوق، وبتعلم عليها كانت حالة الكباتش. بعد كده بيديك اشتراك في جروب تليجرام، واوتوماتيك انت مجرد ما بتسجل في جروب تليجرام وتيجي ترجع تاني للبوت ده، اوتوماتيك بيعدي المهمة دي. بعد كده بيطلب منك انت تعمل فولو للصفحة بتاعتهم على تويتر، وبعد كده بتحط له هنا اليوزر بتاعك بتاع تويتر اللي انت سجلت بيه. بعد كده بيطلب منك الايميل بتاعك، بتحط له الايميل. بعد كده بيطلب رقم المحفظه اللي انت واخدها من المنصه دي، تمام، اللي احنا جبنا منها العنوان. نرجع تاني هنا بقى، ده العنوان اللي احنا طالبينه، ننسخه كوبي ونرجع تاني للايردروب، بنحط له باست. تمام، زي ما انا ظاهر قصادكم كده اهو، بيقول لك ان انت كده خدت 300 من عمله اوزي اس. اوكي، وبتاخد عن كل احاله طبعا، وبيديك في الاخر رابط الاحاله بتاعك، بتاخد تروج له، وبتاخد عن كل احاله 50 من عملة اوزي اس. تمام، يعني كل حالة بتجيبها تاخد 50، وانت مجرد تسجيل بتاخد 300. تمام كده الدروب ده انتهى، نخش على الدروب اللي بعديه.
الدروب ده خاص بعملة اسمها ار سي اتش اس. الدروب بيدينا 50 من العملة عن كل حال 10 عملات. نفتح كده الدروب، اول ما يفتح معانا بيفتح بالشكل ده على المهام على طول. اول 3 مهمات اشتراك في جروب تليجرام، بعد كده فولو على تويتر، بعد كده البوست بتاع التويت ده بيحولك على بوست هنا بتعمل له لايك وريتويت، بعد كده هنا بيحولك على الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك بتعمل لها لايك فولو متابعه، وبتيجي الاول بوست برده بتعمل له لايك وشير. بعد كده بتدوس تلاقي كلمه سبميت ماي ديتيلز تبقى ظاهره هنا، بتدوس له عليها يبتدي يتاكد معاك البيانات بتاعتك. اول حاجه بيطلبها منك اليوزر الخاص بيك بالتليجرام، بعد كده اليوزر الخاص بيك على تويتر، بعد كده طالب البروفايل لينك بتاعك بتاع الفيسبوك، بعد كده بيطلب منك رقم محفظه الايثيريوم وايلد بتحطها له، وبعد كده بيطلب منك هنا لا ما بيطلبش منك كده، الدروب يعتبر خلص، وبيديك بس رابط الاحاله بتاعك بتاخد له تروج له، وهيديك عن كل احاله 10 من عمله، وانت مجرد تسجيلك بتاخد 50 من عمله ار اي ار سي اتش. تمام اوكي. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، الدروب ده تذكير بس للناس ان هو فاضل عليه خلاص بالظبط. الدروب ده هينتهي كمان يوم 29 تقريبا من الشهر ده، يعني فاضل فيه حوالي كده 4 ايام. تمام، خش انا لوجن. انت مجرد ما يفتح معاك هيطلب منك بياناتك الاساسيه بتدخلها، واللي هو بتعمل اكتيفيشن من على الايميل اللي هو العادي بتاعنا. تمام، بعد كده الدروب بيفتح معانا بالشكل ده، تيجي تفتحه انت بعد كده بتفتحه بالشكل، دخل الايميل فقط ودوس كلمه سبميت. الدروب بيظهر معانا بالشكل ده. اول حاجه بيطلبها، اول حاجه بيديها لك ضربه الاحاله بتاعك بتدخل له تروج له، بعد كده ثاني مهمه ودي فيها 300 من العمله لوحدها، ان انت تنزل البرنامج بتاعهم على الموبايل، وبتحط له هنا الايميل اللي انت سجلت بيه، يا ريت يكون نفس الايميل اللي انت سجلت بيه في المنصه نفسها او موقع العمله نفسه. هتسجل بيه برضه، تنزل البرنامج على الموبايل وتسجل فيه وترجع تحط له الايميل بتاعك هنا وتدوس له سبميت. بعد كده هنا اشتراك في جروب تليجرام، هنا اشتراك في تويتر، فيسبوك، يوتيوب، لينكد ان، انستجرام، ميدم، ريديت. تمام، كل ده بتعمل فولو عليه وبتدوس له تاكيد او تحط له اللينك بروفايل خاص بيك في كل حاجه فيه. انت مجرد ما تخلص دولت فيها 1200 من العمله، 1100 من العمله، وعن كل احاله 100 من عمله في تي اكس. الدروب بره بينتهي، يا ريت الناس كلها تلحق قبل ما يخلص، فاضل فيها تقريبا حوالي 4 ايام. نيجي بقى الدروب اللي بعده، هو عبارة عن منصة انت بس اول ما يفتح معاك اللينك اللي انا هسيبه لك يفتح معاك بالشكل ده، هتحط هنا الايميل بتاعك والباسورد، تعلم هنا موافق وموافق، وبعد كده تدوس له كلمة ساين اب. اللي هتسجل في المنصة دي، المنصة دي بتدي تقريبا 40 دولار من العملة بتاعتها بس بشرط تفعيل الوثائق. انت مجرد ما تخش عليها هتلاقيني سيب لك انا اللينك ده، اللينك التسجيل نفسه. بعد كده المنصة لما تفتح معاك لازم تخش تفعل الوثائق عليها. نيجي بقى الدروب اللي بعده اللي هو ORBS. الدروب ده اول ما بيفتح معانا بيفتح معانا بالشكل ده، بس الميزه في العمله هنا ان هي موجوده بالفعل على كوين ماركت كاب. ممكن ترجع للايه ده الصفحه بتاعتها على كوين ماركت كاب، وده صفحه العمله نفسها. المهمتين مهمتين سهلين، هي بس اشتراك في جروب تليجرام اول واشتراك في جروب تليجرام تاني. بعد كده بيطلب منك رقم محفظه الايثيريوم والد بتاعتك، الايميل، وبيقول لك ان رصيدك من العمله 585. انت مجرد ما بتسجل 585 من العمله، وعن كل احاله هتاخد 290 من عمله ORBS. العمله موجوده على كوين ماركت كاب، وريت نستغل الايردروب ده. الايردروب ده معقد شويه، او مش معقد يعني، هو عشان محفظه جديده فانا هشرح لكم ازاي نسجل في المحفظه. مبدئيا انت بتحتاج محفظه العمله دي، نسجل مع بعض في المحفظه.
معلش الجهاز تقيل سنة. تمام المحفظة هتفتح معانا ايه؟ العملة دي على العموم هي عملة ايطالية، عملة جديدة ليها محفظة خاصة بيها، محفظة ويب. طريقة التسجيل في المحفظة كالآتي: أول ما يفتح معاك الشكل اللي أنا سايبهولك أو اللينك بتاع المحفظة هيفتح معاك بالشكل ده. المطلوب منك هتدوس على كلمة نيو أكونت، وهتيجي هنا تدوس على كلمة أي أندرستاند. طبعا هتعمل فولدر للمحفظه دي عندك، تمام. تفتح ملف تكست او ملف وورد، يفضل ملف وورد. هتيجي تحفظ الكلمات دي عندك وتسميها باسم وايلد سيد، ده المفتاح بتاعك بعد كده، بحيث ان انت لو غيرت ويندوز او ايا كان اللي عملته تقدر تفتح المحفظه في اي مكان. لازم تحتفظ بالكلمات دي، تاخدها تنسخها وتحتاجها برضو دلوقتي. هنحتاجها دلوقتي، انا اقول لكم هنعمل بيها. فانا بس ناخدها كوبي الاول، تمام. وهتيجي هنا تعمل اسم للمحفظه، مثلا محمود، تمام. وهندخله الباسورد، والباسورد لازم يبقى باسورد مركب، بمعنى حرف كابيتال مثلا في الاول، وبعد كده اي كام حرف سمول. وبعد كده اي رمز مثلا علامة اللي هي الات او علامة الدولار ايا كان. وبعد كده ارقام، تمام. يبقى كده نسخنا اول حاجه الكلمات، وبرضو تحفظ ده رقم المحفظه بتاعتك، يبقى ده المحفظه اللي انت هتعمل بيها او توصلك عليها العمله، ده تحفظه برضو. وبعد كده بتحفظ برضو اسم المحفظه عشان ما تنساهوش لو انت ما سميتهوش باسمك. وبعد كده الباسورد زي ما قلنا، باسورد مركب حروف كابيتال وحروف سمول واي رمز من الرموز زي علامه الدولار مثلا. وبعد كده ارقام. بعد كده بتدوس ريجست، تمام. كده دخلنا على المحفظه بتاعتي، كل الكلام اللي قديم ده لازم نحفظه عشان هنحتاجه، تمام. ده بنحتاج ده رقم المحفظه بتاعنا. هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. دلوقتي هنخش على الايردروب. الايردروب سهله ما فيهوش اي مهام، هي بونص كده من الشركه او من الموقع نفسه الخاص بالعمله، عباره عن فورم. في اول خانه بتحط رقم محفظه خاصه بيك انت، هتيجي بقى تنسخ هنا رقم محفظه لو انت ايه، تمام، وتيجي تحطه له هنا اهو، تمام. وهنا هتحط رقم محفظه بتاع صاحب الاحاله، فهتلاقيني سايب لك محفظتي وكتب عليها فوقيها ايه الاحاله او كلمه ريفير. هسيب لك رقم المحفظه بتاعتي، بتحطها في تاني خانه وبدوس كلمه صمت. العمله هتوصلك على المحفظه بتاعتك ان هو، ومجرد ما توصلك باذن الله هقول لك نبيعها فين. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده. هو مش الدروب، هو عباره عن بونص هشرحه للناس، والناس لو حابه تشتغل عليه مفيش مشاكل. هي ده اسم المنصه اللي انا قلت لكم من شويه انا بعت عليها العمله اللي كانت على محفظه نيو، لو انا بحط فيها العمله وانا بعمل سحب عليها لقيتهم عاملين عرض كويس. انت مجرد ما بتسجل في المنصه معاك ثلاث اختيارات. الاختيار الاول ان انت تسجل وتعمل وتجيب احالات، وهتاخد من الاحالات لو الاحالات مفعله. حتى هنا لا بيقول لك مش شرط، تمام. ده في هنا ميزه حلوه بيقول لك كيس زيرو، يعني مش شرط. لا انا لا انا فهمتها غلط، لا يبقى لازم الاحاله تكون مفعله. انت هتجيب احالات، والاحالات بتاعتك الشرط الاساسي ان هي تكون مفعله كي اس. هتاخد انت بونص عن كل احالة 0.02 مليون من عملة الاثيريوم فروزن، يعني مجمدة ما تقدرش تسحبهم، بس تقدر تتداول عليهم. بمعنى ان انا اي حد هيسجل تحتيك هتقدر تاخد بونص من الاحالات 2 مليون من عملة الاثيريوم عن كل شخص هيسجل تحتيك مجمدين، مش بمعنى انت ما تقدرش تسحبهم بس تقدر تسحب ارباحهم تاخدهم. بعد كده هتيجي تخش هنا على كلمة اكسشينج، تقدر تتداول عليهم. يعني تقدر مثلا جالك 10 احالات فبقى معاك مثلا كده حوالي 20 مليون من عملة الاثيريوم، او 20 مليون ساتوشي انا اسف من عملة الاثيريوم، تمام. هتقدر تتداول عليهم هنا
تشتري مثلا بيتكوين وفرق العملات المكسب بتاعك ده تقدر تحوله، فده عرض يعتبر كويس مش بطال. تمام. تاني عرض اللي هو عن طريق الناس، لو انت الحالات بتاعتك عملت تجاره او عملت تداول جوه المنصه انت بتاخد بونص منهم، حتى هتاخد بونص لو هم جابوا حالات وكسبوا من اللي هو العمله المجمده اللي هم ياخدوها يشتغلوا، ايوه يشتغلوا على الربح بتاعها، هتاخد بونص. هو بالنسبه اللي كاتبها لك دي 8% 2% حسب درجه الحالات، يعني في درجتين من الحالات، اول محيل انت جايبه هتاخد منه 8% من ارباحه، الحاله اللي بعديها هتاخد 2%، وبعد كده في ريورد ثالث ده بالنسبه للناس اللي هي التجار اللي هيعملوا مبالغ كبيره. مثلا انت عملت حاله لحد وعمل صفقه كبيره شويه هتاخد منها عمله جامده من عمله الدي اف تي. اوكي، ده كده ايه كان البونص او العرض الموجود في الايه المنصه دي. فانا هسيب لكم برده ايه الرابط للناس اللي حابه ايه تشتغل على المنصه او تروج لرابط الحاله بتاعتها. بكده الدروبات اللي معانا انتهت، بس في حاجه انا عايز اوريها لكم. الرساله دي جت للنهارده، ده تحذير للناس. هنا بيقول لي ايه المفروض ان الرساله بتقول لي ايه ماي سيرفايت اكونت لوجن، بيقول لي ان مثلا حصل في حد حاول يخش على المحفظه بتاعتي وايه وحصل ايه وفشل عشان مدخل باسورد غلط. مبدئيا محفظه ماي سيرفايت ما بتبعتش رساله زي دي. تاني حاجه تعالى نخش بقى كده عشان الناس ايه ما تغلطش، لو الناس ما عندهاش خبره وتخش على المحفظه ومدخلها ايه، لا ده انا كده سرقت حساب السرق، طب انا اخش على محفظتي من اللينك ده. مبدئيا ده مش محفظه ايثيريوم وايلد، محفظه ايثيريوم وايلد اللي الظاهر قصادك ده صح، انما لما تيجي تدوس انت على اللينك لو بصينا تحت هنا لما في الحته دي لما انا بدوس على اللينك كده، او تعالى افتحها معاكم مفيش مشاكل، مش هيحصل حاجه يعني، مجرد انا ما استعملتهاش مفيش مشاكل. صغر بس الصفحه كده عشان اوضح لكم المشكله انا بتكلم فيها. تمام، هو هنا البرنامج قفشها عشان حاطط برنامج بيحميني من القصه دي. طب تمام، انا هرجع للموقع واوضحها لكم. لما باجي ادوس هنا بيظهر تحت في اسفل الصفحه هنا اسم الموقع الاساسي اللي انا هيدخلني عليه، سيبك من الظاهر قصادي اللي ظاهر معايا هنا حاجه اخرها مش دوت كوم، حاجه اخرها دوت اس اس. ده كده عاوز يدخلك على الموقع، هيجيب لك موقع شبيه بالظبط الموقع ماي سيرفايت، ويطلب منك ايه عشان انت راجل بقى طبعا ايه هتتخدع وتخش مدخل ايه البرايفت كي بتاعك وداخل تشوف حسابك ودخل الباسورد الصح بتاعك وتمام. هو كده خد الحاجتين، خد البرايفت كي وخد الباسورد، يقدر يخش بعد كده المحفظه بتاعتك لو انت عندك عمليات يقدر يسرقها ويقدر يسحبها منك. تمام، دي كانت بس تحذير او معلومه الناس تاخد بالهم من القصه دي. محفظه ماي ايثيريوم ما بتبعتش ايميل زي ده كده نهائي. محفظه ماي ايثيريوم حاله واحده تبعت لك فيها ايميل لما بتبعت انت او بيجي لك على المحفظه بتاعتك ايثيريوم. هوريكم ازاي دلوقتي، نعم بس ريفرش في المحفظه بتاعتي واوريكم الفكره. انا كان معايا ربح قلت لكم كام يوم ان انا ايه كان في عمله كنت انا شارحها والحمد لله كسبت منها حوالي 50 دولار او 40 دولار كان ساعتها، دلوقتي ايه وصلوا 50 دولار، فانا حولتهم لايثيريوم وبعتهم على المحفظه بتاعتي. الحاله الوحيده ان المحفظه ماي ايثيريوم وايلد تبعت لك رساله على الايميل بتاعتك لما يجي لك ايثيريوم مباشر على المحفظه، بيقول لك مثلا ايه ان انت جالك كميه كذا ايثيريوم على المحفظه، ودي فعلا تبقى رساله صحيحه، وما بيطلبش منك لوجن انت تخش على محفظتك ولا اي حاجه، مجرد رساله بيذكرك بيها ان انت جالك ايثيريوم فخش شوف الدنيا فيها ايه، بس مش اكتر من كده. تمام، فدي معلومه الناس تاخد بالهم من الايميلات دي، لو جات لهم محدش يفتح محفظته من هنا، انت كده كده عارف محفظه الايثيريوم وايلد تحفظها عندك في ملف وورد او ايا كان، ولما تيجي تفتحها عن طريقها، عشان ممكن في ناس كتير بيخدعوا وبيعملوا مواقع شبه المحفظه واسم شبيه للمحفظه مع اختلاف حرف واحد ويبعتها لك في رساله بحيث انت تفتح وتدخل البرايفت كي والباسورد بتاعك. فده كان تحذير للناس، وبكده الشغل معانا النهارده انتهى. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم دوسوا لايك والسلام عليكم.